أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين. كيف يرى العراقيون الموقف الدولي مما يجري في العراق من الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية؟ أليس الدعم الدولي للعملية السياسية سببا رئيسا لما وصل إليه العراق اليوم؟ كيف يرى المواطن العراقي دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فيما يجري في العراق؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم من منبر الرافدين بعنوان كيف يرى العراقيون الموقف الدولي مما يجري في العراق؟ دعونا في البداية نتابع معا التقرير المصور التالي الذي يرصد أهم مراحل تأسيس ودعم العملية السياسية في العراق دوليا منذ العام 2003 ولغاية الآن، فلنتابع. نعم، طبعا دور الولايات المتحدة تجاه العملية السياسية ودعمها في العراق كان دورا محوريا، حيث انتهجت الإدارات الأمريكية تجاه الحكومات المتعاقبة في العراق بدعم العملية السياسية التي هي من أنشأتها، والدستور أيضا، وقد عمل على هيكل الحكومة في العراق الأمريكي الكوبي رومان مارتينيز شهورا في سنة 2002، أي قبل عام من غزو واحتلال العراق، وهو كان يعمل بمكتب الخطط الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، كما أسرد ذلك الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر في كتابه عام قضيته في العراق. كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب ودعم القوات الحكومية في العراق وتقديم المساعدات، وقد شكل الملف الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة والحكومات المتعاقبة أبرز أوجه العلاقة بين الطرفين. دعمت وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية العملية السياسية في العراق منذ تأسيسها لمجلس الحكم الانتقالي، والذي تأسس في يوليو تموز من عام 2003 بقرار صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق في ذلك الوقت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في الحاكم الأمريكي بول بريمر، وقضى القرار بتعيين 25 عضوا في هذا المجلس، والذي يمثل البذرة الأولى للمحاصصة السياسية والطائفية دون اعتبارات وطنية أو مهنية. وعلى المستوى الدولي، فقد أعلنت دول عام 2003 كفرنسا وألمانيا وروسيا بأن مجلس الحكم لا يعتبر ممثلا شرعيا للعراق. طبعا بحسب تقرير لصحيفة ذا نيويوركر الأمريكية، فإن الإدارة الأمريكية بعهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن عينت نور المالكي بدلا لإبراهيم الجعفري، عينته رئيسا للوزراء، كما دعمته هي وإيران للتجديد للولاية الثانية على الرغم من فوز قائمة إياد علاوي في الانتخابات البرلمانية عام 2010. وحول الموقف الدولي من ثورة تشرين التي اندلعت في أكتوبر من عام 2019، كانت المواقف خجولة جدا، فمثلا واشنطن دانت أعمال العنف تجاه المتظاهرين في العراق داعية حكومة عبد المهدي السابقة إلى محاسبة من ينتهكون حقوق الإنسان في البلاد، كما نددت دول أوروبية مع كندا العنف الذي يوجه ضد أكبر موجة احتجاجات تطالب بإسقاط النظام الطائفي ومنظومة الفساد في العراق. بريطانيا هي الأخرى حثت في وقتها حكومة عبد المهدي على التأكد السابقة طبعا على التأكد من أن جميع القوات الأمنية تحمي المتظاهرين خلال الاحتجاجات، وبأن المتظاهرين أو المظاهرات السلمية
حق من حقوق الشعب العراقي، والعنف ضد المتظاهرين أمر غير مقبول. إذن المواقف الدولية لم تتعدى سوى التنديد في أقصى حالاتها. معنا شاكر من السويد. شاكر، كيف ترى أنت كعراقي الدعم الدولي الذي يعني يستمر منذ العام 2003 ولغاية الآن على الرغم من فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة البلد؟ مرحبا بك. أهلا صديقي، يا مرحبا. أهلا وسهلا بك. يحفظكم. الله يسلمك. طبعا منبر الرافدين سبق دائما في طرح مواضيع هامة تهم العراق والمواطن العراقي. نعم. الحقيقة اليوم 3 فقرات وفقرات جيدة. نعم. ويحب يطلع عليها الشعب العراقي. الفقرة الأولى تقول كيف يرى العراقيون الموقف الدولي مما يجري في العراق. نعم. الحقيقة العراقيون لديهم خيبة أمل كبيرة من الموقف الدولي، بدليل أنه الموقف الدولي يعني كان من احتلوا العراق القرار الدولي انه ممنوع امريكا تدخل للعراق، مع ذلك دخلت امريكا وضربت القوانين الدوليه عرض الحائط. نعم. هذا موضوع. الموضوع الثاني انه دخول امريكا للعراق هي جاءت من اجل تحطيم العراق، هي وايران. نعم، اقول هي وايران هم من حطموا العراق، ويعني ابشروا كل وطني يصعد للحكم لما هؤلاء. نعم. الشرذمة من قنوات أمريكا وبعض الدول العربية والأوروبية وسلطتهم على رقاب الشعب العراقي. هؤلاء والله لو أقول إن هؤلاء أو من يحكم في العراق. نعم. يعني إذا أوصفهم أبشع العبارات هم قليل بحقهم. لأن هؤلاء إجوا على الدبابة الأمريكية وغايتهم تحطيم العراق، وأمريكا إجت من أجل هذا الموضوع. لكن أمريكا في حساباتها بعد سنة أو سنة ونص أكسبايغ هاي الدولة انتهى. نعم. بدليل المبعوثة الأممية الدولية كانت شديدة اللهجة جدا معهم، وهذا ما يعطي انطباع أنه الفترة القادمة ستتغير تلك الوجوه. ولكن من الذي دفع الثمن منذ 2003؟ يعني هل سوف تتغير الوجوه فقط أم يعني هناك من يعني ربما يتأمل بأنه سوف يكون هناك تغيير؟ يعني المجتمع الدولي، هل ترى بأن المجتمع الدولي بعد كل هذه السنوات وفشل الحكومات المتعاقبة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، حتى بات العراق بلد من ضمن البلدان الفاشلة، من ضمن البلدان التي تتحكم بمصيرها الميليشيات، نشاهد اشتباكات بين الميليشيات، نشاهد مليارات الدولارات يوميا يعني يخرج علينا تقرير من مراكز بحثية أجنبية وليست محلية تتحدث بالوثائق عن مئات المليارات من الدولارات. يعني ألم يصل برأيك المجتمع الدولي إلى قناعة بأن هذه العملية السياسية، هذا الدستور، هذه الشخصيات غير مؤهلة أن تقود البلد بعد مضي 20 سنة؟ نعم عزيزي، أمريكا تبحث عن البديل ولكن ما وجدت البديل الذي يتناغم مع منهاجها في العراق. وجدت ميليشيات متناحرة فيما بينها، وتريد أمريكا من كل هذا إضعاف الدولة العراقية، بدليل أنه قرارها مرتهن إلى أمريكا. أبسط مثال الكهرباء، قرار دولي. ما أكو رئيس بالعراق بما اعترف به العبادي قال أنه القرار الكهرباء انسوه. هذا يعني أن أمريكا متدخلة في العراق من شماله إلى جنوبه، وأمريكا تبحث يعني عن شخص يعني بحسب يحقق لها المطالب. إذن هي تسمح بهذا الفساد، كيف تتعامل معه وتدعمه؟ نعم، إذن هي تسمح بكل هذا الفساد. فأمريكا أمريكا تبحث عن شخص يقود العراق للمرحلة القادمة، لكن لم تجد. إحنا للأسف كان أملنا في السيد مقتدى أنه يخلصنا من هذه الشرذمة، ولكن الضغوطات التي تأتي من الإطار والتيار بيناتهم صارت مشاحنات جدا قوية، وما قدر يصل الرجل إلى شيء.
واحنا يعني مؤاخذتنا على السيد مقتدى انه ثلاث مرات باستطاعته ان يسقط حكومه وما سقط الحكومه. الدوافع شنو؟ احنا نعرفها كشعب عراقي وردنا يعني يتفق مع تشرين ويعني وينهي هذا النظام الفاسد، لكن للاسف السيد يقدم خطوه ويرجع خطوتين وظل يعني مهاترات بينه وبين الاطار، والعراق ما وصل الى بر الامان. امريكا تبحث عن شخص قوي لكنها في الوقت الحالي يعني يحقق مطامح باقي على الدعم للعمليه السياسيه في العراق. نعم، لكن لغايه الان هي داعمه للعمليه السياسيه. هي نعم. عندها دعم، قلت لك هي عندها دعم، ولكن الولايات المتحده الامريكيه تبحث عن مصالحها. نعم. كالخليج كتركيا. نعم. تبحث عن مصالحها، وكل المحيط الخارجي بالعراق. نعم. يريد العراق امن ومستقر تحت قياده حكيمه وقويه، لكن للاسف هم شتات وما تقدر تتعامل امريكا مع التيار ومع المالكي. نعم. ومع العبادي. شكرا ومع لك شاكر من السويد. كان ما اكو دوله كان معنا شاكر من السويد. كان معنا ابو صلاح من كربلاء. ابو صلاح، كيف ترى الموقف الدولي مما يجري في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الو، اسمعك ابو صلاح، مرحبا بك. الله يسلمك. الموقف الدولي ضعيف حاليا من العراق. نعم، حاليا ضعيف، مو ذاك الرد القوي يعني لما اجتمعوا بالامم المتحده. هذا واحد. اثنين، احنا نطالب من الدول العربيه تقطع علاقاتها مع هذا مع هاي الحكومه. الدول العربيه يعني قصدي هذه. نعم، لان الشعب اصبح لا حول ولا قوه. نعم، يعني حتى ثوره تشرين هسه غير نشط، لو هاي مو ثوره، هذول مدعومين من العربيه يعني عملاء، يعني على ثوره تشرين يقولوا عملاء. من هم العملاء؟ يعني هم هسه دوله، مو ثوره تشرين هسه هي مو ثوره، ثوره الشعب العراقي. نعم، الميليشيات وغير الميليشيات يقولون هذول مو ثوار، هذول الدول العربيه والغربيه. نعم، يعني ألا ترى بأن دور الدعم الدولي مستمر لهذه العملية السياسية؟ تخرج بيانات من هنا من هناك من واشنطن من الدول الأوروبية من بريطانيا دائما ما تدعو إلى الهدوء إلى الحوار بين الأطراف السياسية، وكأن العراق لم يمر بكل هذه المآسي على طول 20 سنة. لأن أمريكا وبريطانيا هي اللي جابت هذا الولد. وهي اللي تريد العراق يضحك. نعم، دور على مود مصالحنا. نعم، مصالح ايران. هي هسه لاعب الدور الرئيسي بالعراق، لان ايران دوله نفوذ عندها قوي بالعراق حاليا. نعم، انا اعرف هاي الشغله، بس امريكا تدور على شخصيه قويه حتى هاي اللحظة. نعم، يعني قصد الشكل نعم، هي مثلا عراقية قوية ما قادة بالعراق. نعم، واحنا نطلب من ثوار تشرين خلون فد هدف، يعني خلون قائد لهم. نعم، شكرا. نعم، لك أخي أبو صلاح من كربلاء. معنا سالم كذلك من كربلاء. سالم، يعني أليس الدعم الدولي للعملية السياسية للشخصيات السياسية هو سبب رئيسي لما وصل إليه العراق اليوم؟ نعم أخويا. نعم 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 أخويا، هي السبب تماما. هي هاي الدول العظمى المتورطة بغزو احتلال العراق، هي هذه الدول. نعم، لأن المشروع اللي صدر في تلك الفترة هي من قبل هذه الدول، هي اللي أصدرت القرار على احتلال على الغزو احتلال العراق. نعم، وبقيادة المجرم الأول جورج دبليو بوش. نعم، هم اللي جابوا بهذه الفقاعات، هاي النفايات اللي نصبوها على العراق من قبلهم هؤلاء، لأن هذا هو المشروع مشروعهم.
مشروع تلك الدول. اي والله تلك نعم. الدول المرشده المستكبره المجرمه والله. ولا واحد يعني يكون ان يعترف بلد الواحد من تلك الدول. لا والله. زين هل تعتقد سالم بانه سوف يستمر الدعم لهذه العملية السياسية لهذه الطبقة السياسية بعد كل ما جرى في العراق وتتحدث فيه التقارير الأممية والدولية وغيرها عن فشل المنظومة الحاكمة في العراق؟ هل يستمر هذا الدعم برأيك؟ نعم أخوي. نعم إلى متى؟ يستمر إلى متى؟ يستمر ما طولة تبقى موجودة في مجلس الأمن، ما يسمى بمجلس الأمن. يعني يبقى هذا الدعم لكل هذه النفايات، كل هذه النفايات المجرمة اللي نصبتها قوى الاحتلال الحاكمة. نعم. يعني بقدر دول المستقبل المجرمة هذه. شكرا لك سالم من كربلاء، كان معنا أبو محمد من هولندا. أبو محمد، عنوان حلقتنا لهذا اليوم: كيف يرى العراقيون الموقف الدولي مما يجري في العراق، مما أطلقوا عليه الانسداد السياسي، الأزمات الاقتصادية، الأزمات الأمنية، يعني تحدثوا عن انتخابات مبكرة وبارك المجتمع الدولي ودعم هذه الانتخابات، ولم يبقى من هذه الانتخابات المبكرة سوى الاسم، لم تكن مبكرة أبدا ولغاية الآن لم تشكل الحكومة. كيف ترى هذا الدعم المتواصل الدولي للعملية السياسية للطبقة السياسية؟ يعني يرى كثير من المراقبون وواقع الحال بأن العراق بات ورقة تفاوض ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران فيما يخص المفاوضات النووية، كيف ترى ذلك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شكرا. إذا تسمحوا لي أنا أريد أدخل شوية بعمق. تفضل. شكرا. منذ سنة 2003 أول ما بدأت رادوا يهجمون الحكومة العراقية، نعم، أنا الشخص الأول وقفت على شاشة التلفزيون العالمية ورفضت دخول قوات أجنبية إلى العراق، ووضحت بأن العراق يصير بها مشاكل لأن إيران عدوها، وكذلك الكويت، وكذلك تركيا، وبعدين أكو شغلات أخرى همين الطائفية اللي موجودة راح يصير التركمان والعرب والكرد والغير السنة والشيعة. فاللي صارت وأثناء الضرب للحكومة العراقية ولا كان موقف ولا دولة عربية عنده موقف يريد يقف ضد الهجوم الأمريكي، بالعكس قسم منهم أيدوا سقوط النظام الوطني، وما حد دافع عن العراق ولا بكلمة واحدة. فهذا القديم. إذا هم أثناء الحكومة السابقة ما دافعوا لا الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية ولا أي واحد منهم، الآن يدافعون؟ لا. الآن الدول العربية المفروض عليهم أن يقطعوا العلاقة مع هاي الحكومة اللي الآن يعمل في العراق، لأن الآن إيران يحكم العراق وليس العراق. أكو خطة ممكن سمعتوها ممكن ما سمعتوها، ممكن إيران يعني يحتل بصرة تفضلوا الآن ممكن يبدأ هجوم بري على المناطق الشمالية، مناطق الكردية، وقصف صارت ولا موقف دولي، بس الكلام. يعني شنو الكلام؟ الكلام هنا مو واضح. منو اللي وقف قال إذا تضرب نضربك أو نقطع العلاقة أو سحب سفارته؟ معناها الدول العربية والإسلامية أيضا ما حد يدافع عن العراق، والمفروض يقطعون العلاقة من الحكومة العراقية الحالية.
كيف صار يعني شلون يعني أبسط مثال في النمسا صارت انتخابات وفاز يمين المتطرف. نعم. فمن كان مو زين كل العالم انقطع منه وبدلوا الحكومة. يعني الحكومة متطرفة كانت ودولة أوروبية. نعم. دولة أوروبية على أساس ديمقراطية يعني أخير ديمقراطية. نعم. يعني صارت زين الآن دول إسلامية ليش ما يقطعون دول العربية ليش ما يقطعون العلاقات؟ أمريكا يكذب، أمريكا هو اللي دمر العراق وما أظن هو يريد يبني العراق. ما أظن أبدا، فأنا هذا الرأي الخاص. نعم. هل برأيك سوف يستمر هذا الدعم للعملية السياسية في العراق في يعني بعد 20 سنة؟ إذا تحدثنا عن السياسة نعم. الأمريكية، أم أنه خلاص هذا الوضع كما هو ودع العراق يعني يتراجع أكثر وأكثر ويعاني شعبه؟ أنا أعتقد أن هذا النظام يتغير مو اليوم غدا. نعم. وموقف الدولي يتغير لكن يحتاج لوقت. الآن يعني إيران يهدد كثير من الدول، يعني عندي في لبنان وعندي في اليمن وبعض الدول الأخرى، والعراق يقول العراق جزء من الإيران، اللي قتلوا من الإيرانيين السنة بالحرب العراقية الإيرانية الآن رواتبهم من العراق. لا. يعني تدمير اقتصاد العراق والحكومة. لكن هناك سكوت من سنوات عن هذا التدخل الدولي، عن نعم التدخل الإيراني، عن التدخل الإيراني بالكامل في العراق نعم. وغير العراق نعم. في نعم. اليمن نعم. مثلا نعم. هناك صمت نعم. دولي يعني راضين نعم. الآن دمر لبنان أيضا، تفضل في لبنان الآن نعم. لحد الآن ما في حكومة، ما قدروا يشكلوا حكومة نعم. وكما يعني راح تصير بالعراق نفس الشيء. شكرا لك أبو محمد. إلى أي شكل نعم. شكرا لك أبو محمد من هولندا كان معنا. طبعا دور الأمم المتحدة في العراق، دعونا بلمحة سريعة حول بعثة الأمم المتحدة يونامي. تتمتع يونامي بدور واسع في البلاد وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2631، حيث نص على إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والمساعدة للعراق حكومة وشعبا بشأن تعزيز الحوار السياسي والمصالحة على المستوى الوطني وعلى صعيد المجتمعات المحلية، فضلا عن تقديم مزيد من الدعم والمشورة للحكومة في العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومؤسسات العراق الأخرى، كما جاء في الجهود المبذولة لتعزيز الأعمال التحضيرية للانتخابات. كما أضاف نص القرار على تقديم البعثة للمشورة والمساعدة للحكومة ومجلس النواب بشأن مراجعة الدستور وتسوية الحدود المتنازع عليها داخليا وإصلاح قطاع الأمن وتيسير الحوار والتعاون الإقليميين بما في ذلك بشأن قضايا أمن الحدود والطاقة والتجارة والبيئة والمياه وبناء القدرة على الصمود والبنية التحتية والصحة العامة واللاجئين والآثار السلبية لتغير المناخ وحقوق المرأة والمساواة. وكما توقع مراقبون، لم تخرج الجلسة الأممية قبل يومين بشأن العراق بأي قرارات حاسمة سوى تكرار ذات المصطلحات في الدعوة إلى التهدئة بين الأطراف السياسية والدخول في حوار من أجل تشكيل حكومة توافقية بين الكتل المتصارعة. دعونا نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. جمود سياسي وأزمة متعقدة سوف تدوم لفترة طويلة، هذا ما يمكن قراءته من خلال الجلسة الأممية الخاصة بالعراق، حيث لم يصدر خلال الجلسة أي قرار حاسم سوى الدعوة للتهدئة وعدم التصعيد، الأمر الذي يشير إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يعد فاعلا بشكل واضح في قضايا العراق، وخصوصا في ظل تعقد الظرف الإقليمي وتحول الأزمة الداخلية إلى معضلة مستعصية الحلول، فضلا عن بقاء العملية السياسية بحد ذاتها أصبح يشكل إحراجا لداعميها.
المبعوثة الأممية للعراق جنين بلاسخارت لم تأتي بتشخيص جديد وكررت تشخيص الأزمة بشكل متحيز ضد الشعب العراقي حينما تجاهلت تحميل الأحزاب الحاكمة بكل صراحة مسؤولية ما يجري في العراق. لذلك كل تقرير أممي يقدم عن الوضع في العراق لا يتعدى النقد الخجول لسلوك الأحزاب وتبني رؤية الأحزاب بضرورة إصلاح النظام السياسي وليس اجتثاثه من جذوره. وعلى هذا فإن جلسة مجلس الأمن بشأن الأزمة السياسية في العراق كانت تحصيل حاصل لما قدمته بلاسخارت، فلا يأمل العراقيون التوقون إلى التغيير بالاعتماد على موقف أممي حازم يرقى إلى حجم الفساد والفلتان الأمني والمصائب الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية. بناء على الموقف الأممي تركت للأحزاب مرة أخرى مساحة جديدة لمناورات ومساومات سياسية باسم البحث عن حلول لتشكيل حكومة ترضي الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتجنبهم الوصول إلى صدام ميليشياوي جديد. هذا ما تأمله بلاسخارت دون أن تأخذ بالحسبان موقف ومطالب الشعب العراقي ولا سيما متظاهرو ثورة تشرين. طبعا قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت خلال إحاطتها قبل يومين أمام مجلس الأمن بأن بقاء النظام في العراق على حاله يزيد الأمور سوءا في البلاد. وأكدت بلاسخارت في إفادتها بأن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها التظاهرات الأخيرة في العراق أظهرت هشاشة الأوضاع الأمنية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد بعد عام من فشل انتخابات تشرين أول الماضي، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي مهدد بالتوقف بنهاية العام بسبب عدم إقرار الموازنة. وأضافت بلاسخارت بأن العراقيين فقدوا الثقة في الطبقة السياسية وقدرتها على إخراج البلاد من أزماتها، مشيرة إلى أن الفساد لا يزال سمة أساسية للاقتصاد العراقي. نعم، معنا أحمد من ألمانيا. أحمد، في البداية كيف ترى الموقف الدولي مما يجري في العراق؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صوتي واضح أخي؟ واضح واضح. نعم أخي، ممتاز جدا. نعم. أخي الكريم، أنا أبدي كلامي طبعا تحية لجنابك الكريم وللإخوة المستمعين والمشاهدين، وأبدي كلامي مقدمة وعرض واستنتاج. تفضل. أما المقدمة فعلينا أن نعي أنه في حلبات المصارعة الحرة الأمريكية لا ينزل الراعي الأصلي للسباق بنفسه إلى الحلبة، بل ينزل مصارعا استأجره بنفسه، استثمر فيه ونفخه إعلاميا وروج له فجعل منه هرقل زمانه الذي لا يقهر، لا محبة بهذا المصارع بل ليكون نجم الشباك والبقرة الحلوبة التي تدر له ذهبا. نعم، لقد ولى الزمن الذي ينزل فيه المصارع بنفسه إلى حلبة السباق. كذلك الحال في مجال السياسة الدولية، لقد ولى إلى غير رجعة أن تنزل القوى الكبرى بعدها وعديدها للدفاع عن مصالحها المتشعبة في أكثر من منطقة من بقاع العالم. نعم. بذلك حاولوا توفير الحماية لمصالحهم وفرض سياسة أمر واقع يخدم تلك المصالح، استعاضوا عن نزولهم بأنفسهم بتهجينهم لقرود السياسة من ضيقي الأفق والمتعطشين للسلطة والفاقدين للجاه على هيئة كلاب حراسة لمصالحهم، فهم قرود من جهة بتلونهم وحركاتهم البهلوانية الإعلامية والمقاومة والشهادة والدفاع عن المذهب وبيضة الإسلام والزعامة مثل أبو مازن وما إلى ذلك، وكلاب من جهة أخرى بوفائهم المنقطع النظير لأسيادهم. خير مثال على ذلك كل السياسيين الموجودين بالعملية السياسية من 2003 لحد الآن. بغض النظر، بعض الأحيان يدار العملاء من خلف ستار واحد مباشر كما هو الحال مع إدارة البرزاني من قبل الأيادي الإسرائيلية التي تقف خلفه. بعض الأحيان يدار العملاء من خلف أكثر من ستار كما يدار نور المالكي من خلف يد الحمار الفقيه الولي الفقيه التي تديره
يعني بس نحاول نغادر هذه الألفاظ أخي أحمد. نعم نعم معذرة. نعود إلى الدعم الدولي، يعني الآن على مدى 20 سنة، على مدى حتى نبقى في صلب الموضوع، على مدى 20 سنة جربت الحكومات الأمريكية، الحكومات الغربية، الحكومات العربية هذه الطبقة السياسية وهذه الزعامات السياسية وفشلت فشلا ذريعا حتى على مستوى علاقاتها، يعني لا تكفي أن تكون هناك لديك سفارة في بغداد أو سفارة لحكومة الكاظمي أو عبد المهدي أو المالكي أو العبادي وغيرهم في دولة أخرى، ولكن هناك أزمات، هناك أزمات. اليوم العراق بات يعني أداة بيد إيران تنفذ التهديدات، إن كانت تهديدات بتصريحات فقط، بقصف صواريخ، بدعم سلاح كممر سلاح أو غيره من التدريبات، لكن لغاية الآن نرى بأن المجتمع الدولي مصمم على دعم هذه العملية السياسية، هذه الطبقة السياسية. لماذا برأيك؟ أخي ما يحرك الاهتمام الدولي بمنطقة معينة هو مدى تضرر مصالحهم، نعم، مدى توفر الأمان لمصالح تلك الدول، لا قيمة للشعوب، نحن نعم. عبارة عن أرقام لا قيمة لنا، مع احترام الشديد لجناب كل المستمعين. نعم نعم. ما يحرك الاهتمام الدولي بمنطقة معينة هو مدى توفر الأمان لمصالحهم في تلك الدول، وعند الإحساس باحتمالية تعرضها للخطر، عند ذلك يعزون للماكينة الإعلامية بتوفير زوبعة إعلامية توجه الرأي العام الذي قد نظنه متفرقا، ولكن الحقيقة هو يصب في بودقة كلها تؤدي إلى خطة موضوعة لجر العالم إلى 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 اتجاه معين. الآن شوف موجود المماحكة ما بين روسيا وأوكرانيا، لا. موجود المشكلة ما بين الصين وتايوان، موجود المشكلة ما بين كوريا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية. ماذا يراد للعالم؟ هناك قوة تسحب باتجاه المجهول. من هذه القوة؟ لا أنا ولا أنت ولا بايدن ولا بوتين، ولكن من يقف خلفهم. أنا أريد أن أرجع إلى العراق. نعم. مصالح الدول الكبرى سواء كانت الإقليمية أو الدولية في العراق لا يمكن أن تصان أفضل مما هي مصانة الآن. فما الذي يجعل الأمم المتحدة ويجعل مجلس الأمن ويجعل أمريكا والغرب والاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات أو يحاول تغيير الوضع في العراق؟ لا شيء. ماذا يقولون لشعوبهم التي ستتوجه إلى صناديق الانتخاب؟ يعني احنا شاهدنا أحمد الصدام المسلح الذي حصل، يعني إن كان في الخضراء أو في البصرة قبل أيام، ألا ترى بأنه في حال لا سامح الله إذا تجدد وتوسع واستمر سوف يتغير الموقف الدولي مما يجري في العراق؟ أنا أقول لك شيء واحد أخي، لا تصدق أن أحد يهتم بالشأن العراقي. الإعلام بصورة عامة وجنابك إعلامي يبحث على breaking news، يبحث على خبر عاجل. الآن العراق خارج الاهتمام الدولي، كل ما تراه هو عبارة عن تمثيليات صغيرة تصر في مجلس الأمن بين الفينة والأخرى. هذا واحد. شيء ثاني، لا تتصور أن هناك خلاف ما بين إيران وإسرائيل والغرب. الحقيقة إيران تستخدم أذرعها في العراق لابتزاز دول الخليج، والغرب يستخدم إيران لابتزاز البقرة الحلوب دول الخليج، وكل هذه السياسة الإقليمية الموجودة بالمنطقة هي موجهة باتجاه أنه يبتزون من لديهم الأموال. نحن نصدر نفط، تأتي أموال، علينا أن نعطي هذه الأموال لتوفير مظلة حماية أمريكية. الآن الحوثي لم يرجع إلى الاتفاق، إلى تمديد الهدنة، ليس بأمره، بأمر أمريكا من خلف ستار إيران. نعم. أخي هذه الأمور علينا أن ننظر إليها بصورة كاملة. العراق ليس موضع اهتمام. نعم. لدي أخ صديق يقول نكتب تقارير للجهات الأمريكية المسؤولة بأنه نافذة بيع الدولار في العراق هي الرعاية التي تتنفس منها إيران. يقولون الإدارة الأمريكية تقول نعلم، أوكي تعلمون أنتم تدعون العداء لإيران وتريدون أن تحلقوا اقتصادها، لماذا تفتحون هذا الرئة؟ تقول نعم. المصالح الأمريكية. هل تصدق أن هناك عداء؟ هناك مصالح، هناك نعم. مصالح معينة، وأمريكا دائما تتعامل مع القوي، ومع نعم. الأسف العراقيين، وأنا عراقي نعم. بتفرقنا هذا لا نجد من يساندنا. إذا بقينا على هذا الحال، تسلط الرعاع الهمج، فاقدي الجاه، متطلعي السلطة، عشاق المال، أنا أقول لك من 50 سنة على نفس الوضع. لا يوجد اهتمام ولن يكون هناك اهتمام إن لم تحدث. بالنسبة للدول العربية، بالنسبة للدول العربية لجامعة الدول العربية،
هل كذلك هي مضطرة لإقامة علاقات والاستمرار بدعم النظام السياسي في العراق؟ ومن من الدول العربية التي تقول عنها الدول العربية هم كثر كغذاء السيل، ومن منهم يملك قرارها السيادي؟ أجبني، من منهم يملك قرارها السيادي؟ أبو قطر أو الإمارات أو مصر أو السعودية؟ هذا واقع الحال أخي، لا لا لا, لا تخلينا نغطي عين الشمس بالغربال. هذا شيء مفهوم واضح جدا أخي، مصالح دولية تتطلب أنه تكون يعني العراق وأرض العراق عبارة عن رمال متحركة لتنفيذ أجندات وصراعات إقليمية ودولية في المنطقة لابتزاز من لديه الأموال. شكرا لك أحمد من ألمانيا كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين بعنوان كيف يرى العراقيون الموقف الدولي مما يجري في العراق. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. إذن كيف يرى العراقيون الموقف الدولي مما يجري في العراق؟ وبالحديث عن بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، يرى الخبير في القانون الدستوري أمير الدعمي في حديثه للجزيرة نت بأن بعثة يونامي في العراق تعد أساس المشكلة بحسب تعبيره، واصفا دورها بالسلبي ولا سيما في السنوات الأخيرة، معتبرا بأن وجود البعثة يعد غير قانوني وينتقص من الحق السيادي للبلاد، معللا ذلك بأنها أنشئت عام 2003 دون طلب من العراق في ظل الاحتلال الأمريكي، وبأنه كان من الواجب إلغاء مهام البعثة بعد خروج القوات الأمريكية وخروج العراق من طائلة البند السابع الذي فرض بعد حرب الخليج الثانية عام 1991. أرحب بأبو مالك من الولايات المتحدة الأمريكية. أبو مالك، كيف ترى الموقف الدولي مما يجري في العراق؟ موقف الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الدول العربية. تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك ولجميع قادة القناة. أهلا بك. الله يسلمك أستاذ عمر. أنت سبق وأن حكينا إحنا سابقا على بعض الإشكالات الدستورية بالعراق. نعم. موقف الأمم المتحدة موقف جدا خجول من العملية السياسية الموجودة بالعراق. نعم. وبعدين الاتحاد الأوروبي اللي تقصد عليه أستاذ عمر، هاي دول مستفادة، كل إنسان دا يمشي وراء مصالح. نعم. خاصة. لكن أنا عتبي بالدرجة الأولى على جامعة الدول العربية، بما أن العراق دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية، على ما يحدث بالعراق من تدخل إيراني وقصف إيراني لكردستان، وهي الميليشيات التابعة لإيران المفروض
أبسط الإجراء يتخذوه هو قطع العلاقة الدبلوماسية مع إيران. إذا كانت الحكومة في بغداد أبو مالك، إذا تحدثنا عن القصف الإيراني الأخير لشمال العراق لكردستان العراق، لم نسمع يعني استنكارا من قبل حكومة مصطفى الكاظمي وكأنه قصف في بلد آخر، فكيف بالدول العربية أن تتخذ موقف وحكومة البلد لا تتخذ موقف؟ شلون تريد الحكومة العراقية تتخذ موقف يا أستاذ عمر؟ نعم. وهي كلها ذيول تابعة لإيران. إذا ممكن الأولى كما يعني كما أشار متصلون من قبلك بأنه يجب قطع العلاقة مع بغداد كما يقولون. من قطع العلاقة مع بغداد؟ الدول العربية. يعني بدل ما يقطعوها مع إيران يقطعوها مع بغداد. لا ليس في 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 نقطة القصف، ولكن بسبب يعني ما وصل إليه العراق من فشل، هم تحدثوا في هذا السياق. ما علاقة قطع العلاقة بالفشل العراقي، هذا الفشل العراقي اختصاص الشعب العراقي أستاذ عمر. الشعب العراقي إذا يريد يقول لك إذا يوما إذا الشعب أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نعم. هذا التخبط السياسي والمشاكل التفصيلية تحملها الشعب العراقي. الشعب العراقي إحنا سبق وأن حكينا على تظاهرات تشرين. نعم. تذكر كيف كان أستاذ عمر؟ تذكر كلامي؟ ذكرنا والله. قلت لك كل شيء ما يقدر يسوون لأنه هذول راح يتظاهرون ومساحتين ويرجعوا لأهلهم. نعم. هذا التخبط السياسي وهذول الوجوه القذرة الفاسدة إذا مو ثورة عارمة بالعراق ما ممكن ينزاحون. لكن هذه الثورة قامت في 2019 وقدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ولكن كان الموقف الدولي موقف خجول جدا، فقط تنديد يعني الدعوة إلى الحوار، الدعوة إلى تحسين الحال المعيشي. الحوار مع من أستاذ عمر؟ الحوار مع من؟ الحوار مع ديول إيران؟ هكذا كان الموقف الدولي، هكذا كان الموقف الدولي في ثورة تشرين. أنقل لك بيانات الدول التي تحدثت في ذلك الوقت ودعت إلى التهدئة ودعت إلى الحوار ودعت إلى يعني والتنديد بضرب المتظاهرين، لم يتجاوز أكثر من ذلك. صحيح. إذن هي كانت وما زالت داعمة لهذه العملية السياسية، أقصد يعني المجتمع الدولي بدوله وبمنظماته. المجتمع الدولي ما يسوي شيء، لانه المجتمع الدولي يتعامل مع القضايا تعامل ازدواجي يا ابو استاذ عمر، وانت تعرف. نعم. بدون ما ندخل بالتفاصيل، بس على الشعب العراقي ان يتحمل مسؤوليته. انا اود اوضح لك الفكره. نعم استاذ عمر اذا تنطيني مجال اسالك، يعني لم يتبقى شيء. كيف يعني دقيقه واحده بس، كيف شاهدت ما قالته بلاسخارت في مجلس الامن في احاطتها قبل يومين؟ بلاسخارت احاطت كل ما يحدث في العراق عليها وصلتها. نعم. فوق موقف الامم المتحده. نعم. بس دقيقه واحده استاذ عمر. تفضل. بعد السقوط مباشره من الاقتراح على حاكم بغداد ان يحل الجيش العراقي غير مسعود البلداني واحمد الجلبي؟ انت يدفع ثمن هسه هذا حل الجيش؟ ليه يدفع الشعب العراقي اللي دينكت العراقي اللي يتهجر عراقي اللي ينجرح عراقي؟ الاراضي استباحت. نعم. هذا ما بقت، منو اللي دفع ثمنها؟ دفع ثمنها العراق. هو هم دول السياسيين في نظرك تعتبرهم يا استاذ عمر؟ دول متعب اصلا، مو سياسه، دول دجاله. تعرف شنو دجاله؟ اكو واحد معمم. نعم. يمشي يدخل السياسه، ما علاقه الدين بالسياسه. زين، الى متى بعد كل هذا الفشل ابو حتى اختم معك ابو مالك، بعد كل هذا الفشل من سنوات 20 سنه تقريبا، الا ترى بانه سوف يتوقف يوما ما هذا الدعم لهذه العمليه السياسيه، اقصد الدعم الدولي؟ انه يابا احنا وصلنا وياكم مرحله بعد خلاص، قدمنا ما قدمنا، قدمنا دعم سياسي، قدمنا دعم مالي، قدمنا تدريب، فتحنا سفارات، دعمناكم، ولكن انتم فشلتم في الاخير، فخلص سوف يرفع ترفع يد. يجي هذا اليوم صدقني استاذ عمر. نعم. يجي هذا اليوم، بس ايش وقت بعد ما الجرح يتعمق.
بعد ما يوصلهم الجرح، لان هم هسه مستفادين. نعم مستفادين من هذه العمليه السياسيه ومن خيرات العراق. شكرا لك أبو مالك من الولايات المتحدة الأمريكية، كان معنا في استعراض سريع لموقف جامعة الدول العربية نحو العراق، حيث في سبتمبر من عام 2003 ضغطت واشنطن على جامعة الدول العربية بالاعتراف رسميا بالسلطات العراقية الجديدة عبر الموافقة على حضور وزير خارجيتها لاجتماعات الجامعة، وبالفعل تمت الموافقة في حينها بأن يشغل مجلس الحكم الانتقالي في العراق مقعد العراق في جامعة الدول العربية بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة دائمية في بغداد. وقد نفت الجامعة العربية في وقتها أن تكون هذه الخطوة اعترافا بشرعية المجلس الذي عينت أعضاؤه إدارة الاحتلال الأمريكي. وعلى سبيل المثال كانت مواقف جامعة الدول العربية يعني في إطار بيانات الاستنكار والتنديد، وكان آخرها ما حصل من قصف إيراني لمناطق في كردستان العراق. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وكان التساؤل الرئيس وعنوان حلقة منبر الرافدين هو كيف يرى العراقيون الموقف الدولي مما يجري في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.